الأرقام هناك نوعان من الأرقام، الأرقام العادية 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. والأرقام الترتيبية ديزيام أونزيام دوزيام دوزيام ترازيام كاتورزيام كنزيام. Maintenant, la page numéro 16. La 16e page. La safha tatakallam an thalath mawadhi. Alla tahwil min mudhakkar il mu'annath biya e. Wa tahwil min mudhakkar il mu'annath bil alwan. Wa al aqsu al mad. Al an. أنواع المد خمسة. للتحويل من المذكر للمؤنث نضيف أ. الحاجة دخل حي. نورا إين أمي. إتين أمي. سليم إتان أمي. نورا est une amie. Selim est un ami. Nora est une amie. Selim est un ami. للتحويل من المؤنث للمذكر نضيف ال او ان ننزع ال او وللتحويل من المذكر للمؤنث نضيف ال او ان اون امي امي. المقطع الأول أتحكم في الكلمات. أكتب في المذكر نورا إتون أمي. سليم إتان أمي. نورا هي صديقة. سليم هو صديق. التمرين الثاني هو فيه ثلاث أجزاء. الجزء الأول هدف التمرين الثاني التحويل من المذكر للمؤنث في الألوان. وفي هذا قاعدة بثلاث أجزاء. هناك ألوان لا تتحول. المذكر وفي المؤنث نفسه. وهناك ألوان تتغير ونضيف لها الأو مثل بلو بلو نوار نوار فير فيرت غري غريز. وهناك حالة خاصة مثل الأبيض والبنفسجي بلون بلونش فو فو فيولي فيوليت تتغير كلية. لحفظ هذو الذي لا يتغيرون نلاحظ أن في هذه الدائرة أنهم في نفس تدرج الألوان. La poupée de Noël a un sac marron et une chemise rose et une jupe verte avec une ceinture noire. Le sur-tête est orange. Le sur-tête est orange. Elle porte une chemise, chaussette bleue et une chaussette grise. Quel drôle de poupée. Je trouve les adjectifs de couleur.
Puis je lui accorde quand si nécessaire. أجد صفة اللونية ثم وافقها إذا تحتم الصفة تتبع الموصوف دمية نوال لها حقيبة بنية قميص وردي تنورة خضراء وحزام أسود رباط الرأس برتقالي وتلبس جورب أزرق وجورب رمادي يا لها من دمية عجيبة. La poupée de Noël a un sac marron, une chemise rose et une jupe verte avec une ceinture noire. Le sur-tête est orange. Elle porte une chaussette bleue et une chaussette grise. Quel drôle de poupée. التمرين الثالث. Je mets les accents. هدف هذا التمرين. الأنواع الخمسة للمد. الأنواع الخمسة للمد. Aigu. Grave. Tréma. Sidille. Circonflexe. Aigu, grave, tréma, sidi, circonflexe. À la chaque وجه انسان. أضع علامات المد. أمي مسكومة. أمي تحضر الكعك بالكريمة. هي لا تشم الروائح. لقد تركته يحترق بطاطس الدجاج في الفرن. سنأكل وجبة خفيفة في الغداء وقطعة كعك معتبرة للتحلية. كلمة كاسكروت في العامية. الكلمة العامية التي نقولها دوما كاسكروت هي مكونة من معنيين. كاس كاسر كروت الجوع. كاسكروت كاسر الجوع. Maman, je mets les accents. Maman, crêpe. Maman prépare un gâteau à la crème. Elle ne sent pas l'odeur. Elle laisse brûler. Le rôti de pulli dans le four. Nous mangeons un casse-croûte au dîner et un bon morceau de gâteau au dessert. Maman grippe. Maman prépare un gâteau à la crème. Elle ne sent pas l'odeur. Elle laisse brûler le rôti de pouli dans le four. Nous mangeons un casse-croûte au dîner et un bon morceau de gâteau au dessert. Morceau de gâteau au dessert. Je mets l'accent circonflexe, si nécessaire.
أضع العلامة سيركونفليكس عند الضرورة. أم باتشو. أم باتشو القارب. أم جاتشو الكعك. أم كادو هدية. أن أوبيتال المستشفى. أن أوتيل فندق. أن شاتو قصر. أن تابلو لوحة. أن موانو عصفور المنزل. أن باتشو. أن جاتشو. أن كادو. أن مايا. أن مانو. أن كادو. هناك تشابه بين الكلمات. أن باتشو. باتشو. جاتشو. كادو. مانو. مانو. باتشو. جاتشو. أن كادو. باتشو جاتشو كادو موانو 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 باتشو جاتشو كادو موانو أوبيتال أوتيل شاتشو تابلو. سي لا فان دو لا باج نيميرو 16 ou bien la 16e page. À bientôt.